الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم بعد ذلك أحق الخلافة بعد عثمان بإجماع أهل السنة علي بن أبي طالب بن أبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن قلت وكيف ثبتت الخلافة لعلي بن أبي طالب، فأقول بإجماع أهل الحل والعقد، فإن عثمان لم يعهد إلى أحد، وإنما اجتمع المسلمون اجتمع أهل الحل والعقد ورأوا أن أحق الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب.